بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع حلقة جديدة من هذه السلسلة، سلسلة آداب القارئ والمقرئ، ومع آداب المقرئ في نفس القارئ في نفسه. ونكمل في حلقات وسلسلة جديدة آداب القارئ مع شيخه. من الأشياء التي تتعلق بالمروءة وبحسن الخلق أن يخدم الأكبر منه سنا والأكثر علما، كأن يكون جارك كبير سن حتى لو لم يكن عالما ولم يكن شيخا ولم يكن طالب علم ولم يكن صاحب قرآن، لكنه كبير في السن، يبين أن يوقر ويحترم ويتعامل معه بلطف وأدب ويساعد ويعاون. أما إذا كان هذا الكبير في السن أو الكبير في القدر أو العالم أو الشيخ، فحقوقه مع ما سبق أكبر. في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يحترمه ويجله ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا فضله. فقال النووي في كتاب الفضائل من مروءة الرجل، قال: ويجوز للفاضل كالشيخ والشيخ العلم أو القارئ أو العالم أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجته. يعني لا بأس أن تقضي لشيخك بعض الحوائج دون طلب منه، أو تقضي لجارك الكبير في السن أو زميلك الكبير في السن في العمل مثلا، أو صديقك الأكبر منك سنا، أن تقضي له حاجته، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب، بل من مروءات الأصحاب وحسن العشرة. ومنه أيضا مع الكبار أن يعتدل في جلسته، بعضهم يجلس يكلم أبوه كده، أو يجلس مثلا يكلم الشيخ وهو معوج وحاطط رجل على رجل. فالكبار في السن، الوالدين، العلماء، المشايخ، أصحاب المناصب حتى، لا بد أن يكون التعامل معهم بأدب. والدين كله أدب، الدين كله أدب، وسيأتي في القسم الآخر من السلسلة. أيضا عند المحادثة، عند الكلام، أن يختار يتخير أفضل الألفاظ، ألق العبارات، أحسن الأساليب. يقول له: أنت قلت كذا، أو يشير بيده كذا، أو يظهر على وجهه علامات غضب إذا يعني فعل الشيخ أو الأب أو الكبير في السن شيء. لا بد أن يكظم غيظه، ولا بد أن يتحكم في أعصابه، ولا بد أن يختار أفضل العبارات وأحسن الأساليب وأرق الألفاظ، وأن يقدم هؤلاء في مدخل ومخرج ومطعم ومشرب. يعني أنت مثلا جالسين على السفرة، مثلا الوالد موجود، الوالدة موجودة، لا تبادر بالأكل، والأب ما تقدم، هذا ليس من الأدب، أو الشيخ ما تقدم ما بدأ، يبدأ الأول الكبير. هي أشياء بسيطة لكن فيها ذوق، فيها أدب، فيها احترام. وديننا كله أدب، وديننا كله احترام، وديننا كله أخلاق. فإذا جئت عند الباب، قدم والدك، قدم شيخك. إذا بتركب السيارة، افتح الأول الباب مع والدك، افتح الأول الباب وخلي الوالد يجلس، وبعدين روح أنت من الجهة الثانية وافتح لنفسك، أو إذا كان بيشتغل بالريموت افتح، لو الوالد سبق افتح له، ما يقف أمام السيارة وانتظر حتى تفتح له. هذه أشياء بسيطة لكن لها معاني. إذا كان الوالد مقبل أو الشيخ مقبل ومعه أشياء أغراض، انزل شيل عنه الأغراض حتى لو لم تكن ثقيلة. هذا يعني ما أدري يسموه الأجانب common sense، وإحنا عندنا الدين كله common sense وزيادة، عندنا الذوق
عالي جدا في ديننا، أن يحمل عنهم حتى لو كان ليس ثقيلا، أن يبادر إلى معاونتهم فيما يحتاجون دون طلب منهم. فهذا كله من مكارم الأخلاق ومن المروءات التي ربما يغفل عنها طالب العلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لأكرم الشمائل وأفضل الخصال وأجمل الأخلاق، وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.